أحمد الزين ابن قرية شحور الجنوبية اللي عاش بقلب الدراما اللبنانية وتألق على خشبة المسرح، هو واحد من الأسماء اللامعة بتاريخ الفن اللبناني. قصته مش مجرد حكاية نجاح، بل هي قصة كفاح ونضال طويل ضد الفقر، الأمية والحروب اللي مزقت البلد، وهالشي خلاه يقدر قيمة الفن كوسيلة للتعبير عن معاناة الناس وآمالهم. ولد بسنة 1944 وترعرع بظل ظروف معيشية صعبة. والده كان تاجر بسيط وكانت العائلة بتعيش بظروف متواضعة جدا، ولكن رغم كل ذلك كان لأحمد طموحات كبيرة أبعد من حدود الفقر والأمية. من طفولته أدرك أحمد الزين معنى المسؤولية. نشأ ببيت متواضع وكانت عائلته مكونة من 12 طفل عايشين على هامش الحياة الاقتصادية الصعبة. لم يكن هناك مجال لأحمد ليتلقى تعليم أكاديمي لأنه اضطر للعمل بشكل مبكر للمساعدة بإعالة العائلة، وما كانت عنده الفرصة لدخول المدرسة، ولكنه وجد بالشارع مدرسة أخرى تعلم فيها من الحياة أكثر مما يمكن أن يتعلموا بالفصول الدراسية. كان بيع الصحف وحدة من الأعمال الأولى اللي مارسها، حيث كان يحمل الجرايد مثل السياسة وصوت العروبة ويتجول بشوارع بيروت، وهالمهنة الصغيرة شكلت نافذة لإله على العالم، حيث اكتشف الأخبار والأحداث اللي كانت تصير من حوله، وهالشي عمق عنده الإحساس بالوطنية والالتزام تجاه قضايا الأمة. كما كان للسياسي تأثير كبير بتكوين شخصيته، خاصة بمرحلة المقاومة الشعبية اللي انخرط فيها وهو بعده بعمر 14 سنة، ليكون شاهد على النضال من أجل الحرية والكرامة. ورغم أنه ما كان بيعرف يقرأ ولا يكتب، إلا أنه موهبته الفنية ظهرت بسن مبكرة. البداية كانت بسنة 1959 لما تعرف على أحمد خليفة المعروف بلقب أبو عبد البيروتي، واللي شافه وقرر أنه عنده طاقة فنية لازم يستغلها، فطلب منه أنه ينضم لفرقته المسرحية. ولكن أحمد اللي كان ببداية مشواره قال له بكل بساطة: أنا ما بعرف أقرأ. ولكن أبو عبد البيروتي شاف فيه شيء أكبر من مجرد القدرة على القراءة، شاف عنده موهبة نادرة تحتاج فقط إلى الصقل. فكان دخول أحمد الزين لعالم التمثيل تحول كبير بحياته. تعلم هنيك القراءة والكتابة على يد زكريا المصري، وهو شخصية بارزة بجمعية عباد الرحمن ببيروت. وهاللحظة ما كانت مجرد تحول أكاديمي لأحمد، بل كانت أيضا نقطة تحول بحياته الفنية. فانطلق بعالم المسرح وبلش يقدم أدوار صغيرة مع جمعية عباد الرحمن ليأكد للجميع أنه بيمتلك شيء مختلف. بسنة 1968 بلش أحمد الزين ياخد خطوات جادة نحو النجومية، فأسس فرقته المسرحية الخاصة وقدم عمل مهم عن القضية الفلسطينية. كان هالعمل بعنوان دماء في الأرض المحتلة. هالعرض كان بمثابة بوابة كبيرة لدخول عالم الفن، خاصة أنه إجا بوقت كان فيه الكل عم يحكي عن فلسطين والنضال، وهالتجربة جعلت منه رمز فني عنده أبعاد وطنية وإنسانية كبيرة، خاصة ببيروت اللي كانت عم بتعيش أوج الثورة والنضال بتلك الفترة. المسرح كان عشقه الأول، ومنه انطلق لعالم التلفزيون والسينما. ببداية السبعينيات قدموا الممثل الشهير شوشو بعدة أعمال مسرحية مثل آخ يا بلدنا وخيمة كراكوز، وبعدها أطلق برنامجه الشهير ابن البلد عبر إذاعة صوت لبنان العربي. البرنامج كان له أثر كبير بمسيرته الفنية لأنه صار معروف باسم ابن البلد، وهاللقب لازمه طوال حياته. أحمد الزين كان واحد من أولئك الفنانين اللي تركوا بصمة لا تنسى بعالم التلفزيون والمسرح اللبناني. قدم مجموعة كبيرة من المسلسلات اللي أصبحت جزء من الذاكرة الجماعية لللبنانيين، ومن أشهر هالأعمال مسلسل الدنيا هيك اللي قدم فيه شخصية أبو الزوز، وهي شخصية كوميدية تركت أثر كبير بقلوب المشاهدين. كما شارك بمسلسلات شهيرة أخرى مثل بنت الشهبندر وبقع الضوء والغالبون، وأخيرا دوره المؤثر بمسلسل للموت اللي شارك فيه بدور عبد الله بائع الخضار الطيب القلب. وعلى الرغم من أنه أحمد الزين يعد أحد أعمدة الدراما اللبنانية، إلا أنه حضوره كان قوي بالدراما السورية كمان، حيث يشعر بنوع من الانتماء والشعور بالاعتراف بموهبته. بلش الزين مسيرته بسوريا بسنة 75
لما شارك بمسلسل قمر نيسان الحزين اللي عالج انعكاسات الحرب الأهلية اللبنانية من خلال قصة حب بين شاب مسلم وفتاة مسيحية، وبيستعيد الزين هالتجربة بفخر مشيرا إلى أنه لم يشعر يوما بأنه غريب بسوريا، بل بالعكس كان يستقبل بحب وتقدير. وبحديثه عن الدراما السورية يثني الزين على تفوقه بتناول قضايا هامة بأسلوب درامي مميز. قدم أدوار ما بتنتسى بمسلسلات كتيرة من بين الليلة الأخيرة، ودايما بردد عبارة أن الدراما السورية أتاحت له الفرصة ليكون جزء من أعمال ذات معنى. بيعبر الزين عن اعتزازه بهالتجارب، وبيشير إلى أن الدراما اللبنانية للأسف لم تقدم له نفس الفرص بالسنوات الأخيرة. أحمد الزين بيشعر بمرارة تجاه الدراما اللبنانية بالوقت الحالي، وبيعبر عن استيائه من انحصار دوره فيها، وبيرجع ذلك للتوجهات اللي بتسيطر على الإنتاج اللبناني، واللي بيقول عنه أنه صار محصور بتصوير بيئات معينة دون أن يعكس التنوع الثقافي والاجتماعي اللي بيشكل لبنان، وبيشوف أنه الدراما اللبنانية القديمة كانت أكثر ارتباطاً بالواقع اللبناني وبمشاكله الحقيقية، مشيراً إلى أعمال مثل البؤساء وعلمتني الحياة وأبو المراجل اللي بتعكس حياة الناس وهموم بطريقة صادقة. وعلى الرغم من هالانتقادات بيضل الزين متفائل، وبيتمنى أنه ترجع الدراما اللبنانية لقوتها السابقة، وبضيف حتى لو كنت بعيد عن الدراما اللبنانية حالياً فأنا دايماً فنان لبناني وهيدي مهنتي. ولكنه بيعترف بأنه كتير من النصوص اللي عم تنعرض عليه اليوم ما بتهمه، ولا بيشعر بأنها رح تضيف شي لمسيرته الفنية. أحمد الزين ما كان مجرد ممثل تلفزيوني، بل شارك أيضاً بالعديد من الأفلام السينمائية اللبنانية والعربية، ومن أشهر أفلامه بيروت يا بيروت سنة 75 لمارون بغدادي، وفيلم ناجي العلي سنة 92 للمخرج المصري عاطف الطيب. التجارب السينمائية جعلت منه وجه معروف ليس فقط في لبنان بل بالعالم العربي بأسره. المسرح كان دايماً عشقه الأول، وهو المكان اللي حس فيه بأكبر قدر من الحرية والإبداع، فاشتغل مع أهم المخرجين المسرحيين اللبنانيين مثل روجي عساف ويعقوب الشدراوي، وقدم مسرحيات ناجحة مثل الطرطور والشهيد ابن البلد والدبور. وما كانت هالمسرحيات مجرد عروض فنية، بل هي تجارب عكست نضال الشعب اللبناني وتطلعاته للحرية. ورغم مسيرته الفنية الحافلة كان أحمد الزين دايما متواضع، ما بيفتش عن الجوائز أو الألقاب، بل كان يشوف أنه الفن هو وسيلة للتعبير عن الواقع والحقيقة. ولكن بالعام 2021 حصل على جائزة تكريمية عن مجمل أعماله بالميركس دور، وهو تكريم بيستحقه عن جدارة. وخلال كلمته بالحفل عبر عن غضبه من الأوضاع السياسية بلبنان، مشيرا إلى الفساد والفاسدين اللي دمروا البلد. أحمد الزين مش بس فنان موهوب، بل هو أيضا إنسان عايش ويلات الحروب وواجه العديد من التحديات الشخصية. خلال لقاءاته كتير بيحكي عن حزنه على حال لبنان اليوم، وبيتذكر بحسرة الأيام الحلوة اللي عاشها ببيروت القديمة، ومع ذلك بيضل متمسك بالأمل، وبيأكد أنه الفن هو الطريقة اللي ممكن من خلالها نواجه التحديات ونغير الواقع. بمقابلة سابقة بيحكي الزين عن حياته الشخصية مشيرا إلى تنوع الطوائف بعائلته، فهو متزوج من سيدة سنية من آل حمام، وأبنائه تزوجوا من طوائف مختلفة، وهو بيشوف بهالتنوع مصدر قوة وسلاح ضد الطائفية اللي بيعاني منها لبنان. وبيختتم حديثه بالتأكيد على أنه رغم كل التحديات رح يضل يحمل رسالة الحب والفن لبنان، ويأمل أنه يساهم بفنه ببناء مجتمع أفضل. أحمد الزين الفنان اللبناني القدير كان أعلن قراره باعتزال التمثيل بعد مسيرة فنية استمرت أكثر من 60 سنة، وهالقرار إجا بعد رحلة طويلة مليانة نجاحات وتحديات. ولكن الزين حس أنه الوقت حان للابتعاد عن الأضواء ليقضي بقية حياته بهدوء بعيدا عن العمل الفني. وكان كشف عن تأثير وفاة مرته هدى على حياته، مشيرا إلى أنه خسارته لزوجته أثرت فيه بشكل عميق، وجعلته يفكر بالتقاعد والعودة لقريته بجنوب لبنان ليمضي بقية حياته. الزين أوضح أنه مواصلة العمل بعد وفاة مرته كان تحدي كبير، ولكنه أصر على الاستمرار بتوفيق ورضا من الله، إلا أنه الألم الشخصي كان دايما حاضر، مؤكدا أن وفاة مرته دمرته تماما، وأنه عايش على أمل اللقاء بها مجددا.
ولكن ردات الفعل الكتيرة اللي تلقاها بعد إعلان اعتزاله دفعته للتراجع عن الموضوع، فقرر إنه إذا الله أعطاه الصحة رح يرتاح لمدة سنة واحدة ليعالج مشاكل بوركه، ومن ثم بيرجع لمجال التمثيل. وتابع: أنا لم أكن أقصد بمعنى الاعتزال، كنت عم بحكي عن عذاب الصحي والنفسي وحزني على البلد، لأنه البلد ضاع وسرق وجاع، هالبلد أبي، بإشارة إلى لقبه ابن البلد، وختم بالقول: إن لنفسك وجسمك وعمرك عليك حق. ونقطة على السطر. أحمد الزين مش مجرد فنان قدم أدوار مختلفة على مدى عقود، بل هو إنسان عاش المعاناة والفقر والنضال من شبابه، واستخدم هالتجارب لصقل موهبته الفنية. اليوم وهو بالعقد الثامن من عمره بعده بفكر بتقديم عمل مسرحي بيتناول سيرته الذاتية، وبيشوف إنه المسرح هو المكان اللي بلش فيه وهو المكان اللي بده ينهي فيه مسيرته. قصة أحمد الزين هي قصة شاب ما كان عنده شيء سوى موهبته وإرادته القوية، وقدر إنه يحول هالموهبة لنجاح بيستحق الاحترام. هيدا رمز للفن اللبناني الأصيل اللي بيحمل بطياته روح المقاومة والإبداع.